كابتن علي، يمكن الفوز المرتبط النهارده خاصه ان حضرتك طبعا ماسكه فريق ناشئ 18 سنه، فانت مش بعيده عن السن ده، بتهيألي المكسب ده حطينا يعني ده يعني بشكل كبير في المقدمه طبعا. يعني انت محتاج لو كسبنا المرتبط ماتشين نكسب مباراه واحده، ماتش واحد فوق بالظبط، شايفه كده ولا؟ اه طبعا طبعا طبعا، احنا عندنا فرقه ال 16 فريق كويس جدا، في عناصر كويسه جدا ما شاء الله، وعندهم هم دلوقتي منتخب متاخد فيه عدد كبير من اللاعبات، بتالي 8 او 6 انا مش حاجه كده 8 فهم، وفريقنا احنا فرقتنا كويسه جدا، وطبعا ما هو اسمه دوري مرتبط عشان كده، عشان هو بالظبط هو بيدي الصغيرين، هم اللي دايما بيدوا لك دفعه في الكبار، زي امبارح فرقه ال 16 ولاد صحيح، ماتش سبورتنج مشي ايكوال لغايه الاخر، طيب ريح شويه بالظبط، ريح الكبار بقى هم داخلين، بيخليك ما عليكش بريشر خالص. طب يا كابتن برضه النهارده المرتبط او الناشئات كسبوا 77-60، فرق كبير، هل انتوا كجهاز او كم يعني مسؤولين عن اللعبه في قطاع الناشئات كنتوا شايفين الفرق ده قبل المباراه، ولا ده فرق مش طبيعي؟ يعني انا ساعات اقول ايه، احنا كسبنا 20 بونت بس ده مش الطبيعي. ليه انا بسال السؤال ده؟ بشوف الماتش اللي جاي، هل هيبقى الماتش بتاعي جاي رايح في اتجاه سكور كبير، ولا ممكن يبقى في نديه؟ هو النتيجه دي الاول قبل ما اقول ان فرق السكور، هو اصلا ان فريق 16 سنه يحط 80 و77 بونت ده كتير جدا، صحيح يعني ده سكور عالي جدا للبنات للسن ده في ماتش، فاصلا 80 و77 ده رقم كبير جدا، ولا هو ما يدلش ان الماتش الجاي الاهلي رايح يكسبه ايزي جيم خالص، لانه نفس اللي حصل مع 16 ولاد مع سبورتنج، الماتش الاولاني خرج بفرق سكور مريح بالظبط، امبارح بعد اكسترا تايم بونت، فهو السن ده بالذات، هو اصلا كره السله ما فيهاش ان انا كسبان فرقه كذا وكذا، والسن ده كمان اكتر مش مضمون بالظبط، مش مضمون.